معي على الهاتف دكتوره رشا زياده، رئيس الاداره المركزيه للصيدله بوزاره الصحه. مساء الخير يا دكتوره. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ال 100,000 عبوه بنسلين دول يعني جايين في اطار ايه، وهيتم صرفهم وتوزيعهم بالشكل عامل ازاي، وهل ده لتفادي ان كان في مثلا نقص او شح في السوق؟ هو الحقيقه كان في الفتره اللي فاتت نقص في المستحضر بنسلين طويل المفعول نتيجه لضعف الاستيراد او امتناع بعض احد الشركات المستورده يعني الاستيراد، والحمد لله بالتعامل اللي تم من وزارة الصحة واتخاذ كافة الإجراءات تم استيراد 100,000 فايل. طبعا احنا استهلاكنا اصلا خلال الشهر بيتراوح ما بين 320-350,000 فايل. عندنا الحمد لله شركتين محليتين بينتجوا، وده اللي بيورد للمناقصة واللي بيورد لمستشفيات وزارة الصحة، وانا بطمن اصلا قبل 100,000 ده اضافة على ما كان موجود في مستشفيات وزارة الصحة، وكان بيصل الى 67,000 فايل على مستوى المحافظات كلها. تمام. المفروض ان المريض لما بيدخل سواء مستشفى عام او المستشفى التامين الصحي او المستشفى اللي هو بيكشف فيها تبع المستشفيات الحكوميه، بعد ما بيتكتب له في العياده بيروح يصرفها من الصيدليه، بنأكد انها تكون موجوده، ويطمئن المواطن المصري جدا ان هو تكون موجوده. بإضافة كمان ال 100,000 اللي احنا وردناهم دولت، المفروض ان هيكون موجود الانسولين المستورد في صيدليات الشركة المصرية وفي الصيدليات العامة العادية، لان احنا كنا مقللين الصرف في الصيدليات العامة علشان نوجه الناس ناحية شركات صيدليات الشركة المصرية منعا بس لان الكميات تتاخد تتوزع خارج النطاق الشرعي يعني في السوق الموازي او هذا الكلام. مفهوم. انا بس بطمن حضرتك كمان ان مش ال 100,000 فقط، ال 100,000 دي اول دفعه من مليون فايل. أي. تم اخذ موافقه استيراديه عليهم وتم اتخاذ كل الاجراءات الاستيراد، ففي 900,000 فايل في خلال ان شاء الله من 10 الى 15/11 نوفمبر القادم ده هيكونوا داخلين البلد، واعتقد دولت هيكفونا 3 شهور. خلاص يعني لن نسمع عن ازمه خالص في هذا المستحضر يعني اللي كان تسبب بس احد ازمات التمويل في احد الشركات. او يعني مرضى يعني السكر والمطالبين بتوفر مرضى السكر المطالبين عايزه ادي بس خط ساخن دكتوره حضرتك مش سامعه لانه ما بيعرفوش كل المواطنين يوصلوا لنا. طيب واضح انك مش سامعاني. خط ساخن 25 35 4 150 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع تحت أي ظرف، أي حد ما كانش فيه أي إتاحة للإنسولين من المنافس اللي أنا قلت عليها سواء المصرية أو في المستشفيات العامة الحكومية يتصل علينا، وإحنا على طول هنتعامل وهيكون متوفر هنوجهه للفرع بتاعه. تاني الرقم لو سمحت يا دكتور. 25 35 4 150. طيب. ولو استاذن سيادتك يعني يكون طبعا دائما يعني يمر في الشريط بتاع قناه زي قناه الحياه لكل بيتابعها، طبعا بتبقى حاجه ممتازه جدا ويبقى دور يعني مهم جدا تقوم معنا فيه ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره. النقطه الثانيه باعتبار حضرتك مسؤوله عن الصيدله، هل قصه الادويه والتضارب في الاسعار وموضوع السعرين السعر القديم والسعر الجديد لسه ازمه مستمره ولا شفتوا لها حل؟ هي الأزمة دي الحمد لله تعتبر يعني انتهت بمرور الوقت، نتيجة لأنه طبعا الكميات المتواجدة في الصيدليات اللي عليها سعر قديم اتباعت، ثم اللي بيبقى عليه سعر جديد لأن ده إنتاج جديد. احنا الدولة كانت حريصة على إن يكون العلبة عليها سعر، ليه؟ لأنه نشر التسعيرة هي السعر الموجود على العلبة، وده طبقا لقانون الصيدلة إن لازم العلبة يكون مطبوع عليها سعر، على اساس انه انا كمواطن ماسك علبه في ايدي مكتوب عليها 20 جنيه يبقى هي موجود سعرها 20 جنيه، لكن لو انا اقريت مبدا الشطب انا مش هعرف هي تبقى 20 دي زادت بقت 24 لا زادت بقت 30 صحيح زادت بقت كام. فهذا الكلام يعني معلش طبعا حركه تحريك الاسعار بيتبعها شويه من الاثار السلبيه اللي كلنا بنتحملها، لكن ما بنفقدش مبادئ عامه اللي هو مبدا التسعير الجبري، مبدا ان نشره السعر هي عباره عن العلبه اللي في ايد المواطن. كل الحركات دي كان لازم كلنا حتى لو هنرهق شويه الصيادله طبعا في الصيدليات يعني ارهقوا في هذا الامر احنا كتفتيش وفي المرور وفي متابعه التوزيع ومتابعه الشركات المنتجه كل الاطراف ارهقت من اجل ان احنا نحقق مبدا هو الحفاظ على السعر الجبري للدواء، وبمرور الوقت بينتهي كل الكميات ديت وانتهت فعلا في اغلب الادويه المستورده واغلب الادويه اللي هي يعني تمام. يعني حضرتك شايفه انها المشكله هتخلص بفكره نفاذ الكميات القديمه من الصيدليات، فبالتالي مش هيبقى فاضل غير المنتج الجديد اللي عليه السعر الجديد. بالظبط كده يا فندم بالظبط كده،
ويبقى كل الامور مستقره، انه ما حصلش اي اختلاف في نظره المواطن للدواء. الدواء المصري طول عمره العلبه عليها سعرها. كده الامور استقرت بمرور الوقت. وطبعا يعني شاكرين طبعا التفتيش الصيدلي والاجهاد اللي صحيح. تم مع والشركات اللي تحملت طبعا الصيدليات، ففتره وبتعدي، لكن ده كان مبادئ هامه جدا ما بيننا وما بين المواطنين، لازم نتحملها عشان نحافظ على المنظومه الصحيه اللي هي يعني مستقره في مصر. لانه بصراحه كان ظاهره شكلها سيء جدا، ان انت تخشي صيدليه تاخدي دواء بسعر، تخشي الصيدليه اللي جنبها تلاقي سعر تاني. هو الاول مره يحصل تحريك سعر بشكل مجمع كده نتيجه للديفالويشن. والحقيقه انا بطمن حضرتك ان تحريك السعر ده عمل نقله، يعني عمل نقله في صوره مصر على فكره. على المجلات الدوليه ذكرت فعلا، تم ذكر ان ازاي الحكومه اتدخلت وبسرعه الوطنيه والصناعه المصريه عموما، سواء شركات اجنبيه او حكوميه. الحرب كان بنسبه 90% هو سليم، ولكن في 10% شويه من السايد افكت او السلبيات اللي كنا بنتحملها يعني. ممتاز. انتهت يعني بمرور الوقت هتنتهي اكتر وهيرجع السوق لطبيعته باذن الله. دكتوره رشا انا بشكرك شكرا جزيلا.